لحظة يا من تطرق الباب. كبرت جدا يا سلمى، لم أعرفك. لست سلمى، من أنت؟ أنا شحتوت، وهذا حمار العزيز حصحص. انتظر يا هذا، هل تظن أن بإمكان الحمار أن يدخل البيت؟ وما المانع؟ هل لديك مانع يا حصحص؟ أرأيت؟ حصحص موافق. ما هذا؟ حمار في بيت القاضي؟ إنه أنا يا عمي. من؟ شحتوت ابن أخي؟ هو يتحدث عني يا حصحص. خذيه إلى الحظيرة يا وديدة، حيث مكانه الطبيعي. أهكذا تستقبل ابن أخيك يا عماه؟ تضعني في الحظيرة؟ إنني أقصد الحمار، كيف تدخل به إلى البيت يا شحتوت؟ إنه يحمل هدايا لك من أبي، عسل جبلي وفطائر، وهذه الحلوى لسلمى. ما هذه الضوضاء؟ ما هذا الحمار؟ إنه أنا يا سلمى، شحتوت ابن عمك. هلال، من هذا الرجل العجيب؟ لا أعرفه يا سيدي. شكله مريب، أحضره لي. توقف أيها الرجل. ماذا جرى؟ فتشه جيدا يا هلال. هلال، أريد أن أفهم. وجدنا معه سكينا يا سيدي. إنني أقطع به الحقول في البطيخ، أقصد البطيخة في الحقول. حقول هنا؟ في السوق؟ بل هي في الريف، أقسم إنها في الريف. قل هذا الكلام أمام القاضي. القاضي؟ إنه عمي. يا هلال يا متهور، أتقبض على رجل محترم لأنه يقطع البطيخة في الحقول؟ أوصل السيدة إلى بيت عمه وتأكد أنه بالفعل ابن أخي القاضي. ماذا بك يا سلمى؟ لم أعد أحتمل يا أبي، هذا الشحتوت لا يطاق. لا تنسي أنه ابن عمك، هو ضيفنا وواجبنا إكرام الضيف. أعرف يا أبي، ولكن الأمر زاد عن حده، لقد أخذ عطري الخاص ليحمم به حماره حصحص. لا أدري ماذا أقول دفاعا عنه، ولكن لنصبر قليلا ونتحمل ما لا نطيق. بالتأكيد كنتما تتحدثان عني. يا لها من فراسة. أمي تقول دائماً إنني أذكى إخوتي. مسكينة زوجة عمي. الصبر يا سلمى، ماذا قلنا؟ أحاول يا أبي، أحاول. أخبرتني الخالة وديدة أنك تحكي لسلمى حكايات قبل النوم. ستظلين طفلة مدللة ولن تنضجي أبداً. أسمعت يا أبي؟ ماذا أقول الآن؟ لا تقولي شيئاً، إنني بالفعل أحكي قصصاً لابنتي لتأخذ منها العبرة والفائدة، واليوم سأحكي لها قصة عن أهمية الصبر على البلاء. أحتاجها بشدة يا أبي. كان نبي الله أيوب عليه السلام رجلاً واسع الثراء، أنعم الله عليه بنعم كثيرة، وكان يحسن الشكر على النعمة، وتعينه على ذلك زوجته الصالحة رحمة. سامر، خذ مني يا بني. لا داعي، الكل أمامه طعام وفير من فضل الله. زيادة الخير أفضل. اسمع يا بني، حاول أن تتأكد أن أباك ينال شيئا من الطعام. تعرفينه أكثر مني يا أم، لا يأكل إلا إذا تأكد من إطعام الضيوف أولا. رحمة، هل دعوت السيدة صهباء إلى مائدة النساء؟ تعرفين يا أصيلة أن بيت نبي الله أيوب مفتوح للجميع. ولكن صهباء غنية وليست بحاجة للطعام المجاني، كما أنها بخيلة وحقودة. أنصحك ألا تنظري لعيوب الناس يا أصيلة، وانشغلي بذكر الله. تفضل. السلام عليك يا بني. وعليك السلام يا عماه، هل من خدمة أؤديها لك؟ إنني جائع،
وسمعت أن بهذه المدينة نبياً يقدم الطعام لمن يطلبه. هذا صحيح، ولكننا للأسف فرغنا الآن من الوليمة، شرفنا في الغد إن شاء الله. ها؟ شكراً لك على كل حال. انتظر يا سيدي أرجوك، إن ولدي لم يقصد أبداً. اذهب يا سامر واذبح أكبر كبش لدينا وأعد الوليمة في الحال لضيفنا الكريم. لا داعي للتعب، يمكنني أن أنتظر حتى الغد. سمعك نبي الله أيوب وبكى قائلا: أأبيت شبعان وفي بيتي ضيف جائع؟ ثم أمرني أن أستبقيك. يملك المال والحقول ثم ينشغل بغريب طاعن في السن مثلي؟ الملك لله وحده يا سيدي، ما نحن إلا عبيد وإماء. تفضل معي، فنبي الله أيوب يصر على أن يخدمك بنفسه. لماذا لم تحضر يوم أمس وليمة نبي الله أيوب يا حالك؟ كنت مشغولاً في التجارة طوال اليوم. أنصحك ألا تضيع منك وليمة اليوم، الطيبات هناك كثيرة. لا أفهم لماذا ينفق أيوب كل ثروته على إطعام الناس وكسوتهم وعلاجهم. إنه يتقرب إلى ربه يا رجل. هل تظن ذلك يا سيدي؟ بالطبع، وإلا فلماذا يضيع ماله؟ ها؟ من أنت أيها السيد؟ أنا تاجر من بلاد العجم. لم تقل لنا رأيك في النبي أيوب. لا داعي، أفضل أن أحتفظ به لنفسي. لقد شوقتنا أكثر لمعرفة رأيك. أرى أن أيوب يتظاهر بطاعة الله وليس مخلصا في عبادته. هذا أغرب رأي سمعته. كيف؟ اشرح لنا أكثر. إن الرجل الغني لا يضيره أن ينفق بعض ماله ليشتري به مديح الناس. لو كان أيوب فقيرا لعرفتم معدنه الحقيقي. يكفي هذا التعب يا رحمة، اجلسي لترتاحي قليلا. إن خدمتي لكم هي راحتي، تفضلنا بالهناء والشفاء. ما أجمل ضفائر شعرك يا رحمة التي تظهر من تحت طرحتك. وددت أن أقول لك تفضليها يا صهباء، ولكن كيف؟ ألا يكفيكم كل هذا الطعام حتى تطمعوا في شعر مضيفتكم؟ صحيح، مال أيوب كثير ولا ينفد. فليبارك الله في ماله، رجل طيب وصالح. وما أدراك يا شيخ حوراني؟ ألا ترى كرمه وعطاءه؟ هذا لأنه غني، ربما لو كان فقيرا ما رأينا منه طيبة ولا صلاحا. اتقوا الله في الرجل الذي يطعمكم كل يوم ويخدمكم بيديه. سامر، أبحث عنك في كل مكان. أتبكي يا ولدي؟ ربما دخل شيء في عيني. الرجال لا يبكون يا ولدي إلا من خشية الله، ولا يقولون إلا الحق. هيا افتح قلبك لي. سمعت الناس اليوم يتقولون على أبي نبي الله أيوب، ولم أستطع أن أرد عليهم لأنهم ضيوفنا. أنا أيضا سمعت النساء يتهامسن بكلام فارغ، يشكون في إخلاص أبيك لربه. نعم، هذا ما سمعته منهم. وما أهمية رأيهم؟ إنما حكم رب الناس على قلبه بالصلاح، والدليل أنه اختاره نبياً. لقد أراحني كلامك يا أمي، كنت أخجل أن أزعج أبي بهذا الأمر، ولو نقلت له الكلام ستكون نميمة. أحسنت يا ولدي، لقد أنعم الله علينا بصحبة نبيه الكريم أيوب، وهي مسؤولية عظيمة، علينا أن نكون جديرين بها. وقدت مشيئة الله تعالى أن يمتحن نبيه أيوب امتحان الصبر، وبدأ السؤال الأول في ذلك الامتحان العظيم.
حقول أيوب تحترق، حقول أيوب تحترق. أيها الناس أعينونا بالماء. سلم يا رب. صهباء هيا بنا نساعدهم. هل نلقي بأنفسنا وسط النار؟ ها؟ معك حق، إن أيوب نفسه ترك أرضه تحترق ولم يخرج من صلاته ليحاول إنقاذ ماله. يا لها من كارثة، ضاعت ثروة أيوب كلها. الآن نستطيع أن نحكم على حقيقة تدينه. ستثبت الأيام لكم أنني على حق. احذر يا سيد أن تلمسك النار. لا تخاف علي من النار، بل خاف على أيوب صاحب الأرض المحترق. ما كان ينبغي أن تخاطر بحياتك يا ولدي على هذا النحو. إنها أرضي يا أمي. بل هي أرض الله يا بني، وما جرى فيها قضاء الله. هل كان الأصوب أن أترك الأرض تحترق دون أن أحاول إنقاذها؟ بل الواجب عليك يا بني أن تحمي أرضك وتصونها وتمنع عنها الأذى والخراب وتحرص على إعمارها من جديد، فقط لا تفرط في نعمة الحياة. فهمتك يا أمي، سأحاول أن أزيل أثار الحريق مع إخوتي ثم نبدأ في الزراعة مرة أخرى. يحميك الله يا بني ويرعاك. هل أبي بخير؟ الحمد لله، لم تفارقه ابتسامة الرضا. ليتك تقتدي به وتمنع هذا العبوس عن وجهك. إنني حزين يا أمي على احتراق الأرض. لا يحزن المؤمن إلا إذا أذنب أو فرط في جنب الله، أما الدنيا فهي زائلة يا بني. يا سيد حوراني، إلى أين تذهب في جوف الليل؟ ذاهب لزيارة نبي الله أيوب لأواسيه. لتواسيه؟ وما الداعي؟ لقد فقد الرجل الطيب أرضه وماله. لديه من الأولاد 10 ويستطيعون إعمار الأرض وإعادة المال أضعافا. يا لها من كارثة مروعة. كيف مات الأولاد 10 في يوم واحد؟ يقولون إن صاعقة هبطت من السماء وقضت عليهم جميعا. هناك من يقولون إنهم مرضوا بوباء عجيب. شت، اسمعتي، إن رحمة قادمة. البقاء لله يا رحمة. نعلم أن المصيبة كبيرة. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله. استرد الحق وديعته، والحمد لله على كل حال. يا له من جبل صامت. عمن تتحدث يا حوراني؟ عن نبي الله أيوب، فقد أولاده 10 ودفنهم بيده ثم نهض إلى صلاته وعبادته. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. صدق الله العظيم. يا لها من امتحانات صعبة. الامتحانات الصعبة لم تنتهي بعد. هل جرى لسيدنا أيوب وزوجته رحمة أكثر من ذلك؟ بالطبع يا بنيتي، لقد كان. ما هذا الصوت؟ ابن أخيك النابغ شحتوت. هيا هيا انهض معي، لقد حان موعد النوم. نوم شحتوت، حمص نوم. ما هذا الصوت المخيف؟ سأهرب إلى الحظيرة. أنت رائع يا حمص. حمص رائع، حص حص حمار.